وفزت بالمركز الخامس الحمد لله في مسابقة إبداع، يعني جدا سعيد، ويعني أحمد الله يعني على الإنجاز الكبير ذا، وإن شاء الله من أعلى لأعلى. وطبعا أنا يعني الفوز ده ما هو فوز لي أنا، وفوز لكل الناس اللي ساهموا وشاركوا ويعني ساندوني وساعدوني أن أوصل لهذه المنصة اليوم، فوجه الشكر يعني ليهم الوالد والوالدة يعني أولا طبعا، وأصدقائي وعائلتي بشكل عام والدعم اللي دعموني به. أود أن أشكر موهبة على توفير هذه الفرصة الكبيرة لي، دائما كان حلم البحث العلمي شيء بعيد، والحمد لله يعني موهبة ساهمت في أنه تخلي شيء واقعي، شيء أقدر أسويه على أرض الواقع.